الجوين ناو يطلع لنا ساين اب اللي هو الثاني ويلكم تو دوكمنت وور نضغط هنا ترحيب بعد كده الانفورميشن المعلومات العامه اول حاجه البيرسونال داتا المعلومات الشخصيه عندنا النهارده ايه هنقول الفيرست نيم ده هنا اللقب مستر او ميسز او ميس على حسب لقب الشخص هيخش الاسم بتاعه الاولاني استاذ اسامه خش تاني حاجه اللاست نيم اسم الاولاني محمد او اسم العيله جميل تاريخ الميلاد ديت اوف بيرث اللي هو تاريخ الميلاد هنا في الاول الشهر شهر 8 هنا موجود عندنا اليوم 26 السنة 1965 جميل جدا نيجي على ايه؟ نيجي على الادرس هنا في اسم الشركة ده اوبشن طول ما مفيش علامة النجمة دي يا جماعة موجودة معناها ان انا ممكن املى المكان او ممكن مملكة على حسب انا عايز يعني اسم الشركة اختياري بالنسبة لي اسم الشركة ده حاجة اختيارية بالنسبة لي احط فيها اللي انا يعني اختار عايز اكتبها او لكن اي حاجة مكتوب ما فيها رمز النجمة ده لازم اني افكر هنا بنكتب ايه الكونتري الكونتري ده فبنكتب المملكة العربية السعودية نروح ندور على السعودية على حرف الاف تمام هنا اهو سعودية اريبيا جميل جدا العنوان بمدينة جدة الفصيلية دلوقتي كل ده بنكتبه بالانجليزي لان العربي لسه ما نزلش على الموقع ان شاء الله قبل نهاية السنة هيكون العربي نازل على الموقع لكل
اي شخص عايز مثلا يجيبه لازم يسجله تحت اسمه. هنسجل هنا الرقم مثلا. ودوس تاب كده شوف هيطلع ايه يا جماعة. هيطلع هنا اسم الاسبونسر نيم مدام تانية. جميل جدا جدا. بعد كده ننزل نشوف ايه. ادي الباكج الباقة اللي هو هيشترك فيها. فهنا خلي بالكم لازم نكتب رقم الاسبونسر، ولما بندوس انتر او تاب عشان ننزل الخطوة بعدها هو بيطلع اوتوماتيك اسم الاسبونسر. الباكج اللي هو هيختارها بقى ايه؟ عنده الباكج هنا في السعودية البيزنس باكج الرخصة ب 124 دولار والتيم ممبر باكج 495 او ال 2500 دولار اللي هم البي بي اي، لان سعر السعودية اغلى ب 25 دولار من البلاد الثانية عشان الوكالة اللي في السعودية. جميل. اخترنا احنا الباكج بتاعتنا. بدوس كلمة بيطلع لي صفحة فيها البيانات تاني عشان أأكد عليها. الاسم مستر أسامة، تاريخ الميلاد، سعودية عربية، العنوان، مين السبونسر، الإيميل، كل حاجة مظبوطة، شايفت على كل حاجة مظبوطة، تمام. حلو. هاخد إيه؟ البيزنس باكج، الرخصة بالهيئة دي ممبر باكج 495، وبعمل إيه؟ أدي المبلغ هو قدامي 619 دولار، وبعمل ريجستر تسجيل. جميل. بيطلع لي رقم 3 اخر حاجة ان احنا خلاص سجلنا سكسس ريجستريشن ناو كومبليت، تسجيلك تمام، كل حاجة تقدر تخش معلوماتك دي على حساب دكتور. فبعمل ايه؟ بكتب هنا فيرست تايم لوج ان، يعني اول مرة بدخل لحساب الدكتور. بدوس عليها بيفتح لي حسابي هوبدوبني، ادي دوبني بور، وادي اسم مستر اسامة محمد وجنبه علامة اكس. ليه علامة اكس دي؟ لانه لسه ما دفعش قيمة العضوية بتاعته. وادي رقم بتاع دوبلي اللي احنا قلنا كل واحد بيشترك في دوبلي بيطلع له الرقم الاي دي الوحيد اللي هو كل واحد بيختلف عن الاي دي التاني. ويطلع لي هنا حاجة اسمها ايه؟ ماي اوردر، اللي هو الاوردر بتاعتي او البرودكت او الحاجة اللي انا طلبتها. بيطلع لي حاجتين. اول حاجة التيم ممبر باكج 495 مكتوبه هنا بالاحمر، بعمل عليها تيك، بعلم عليها عشان انزل ادفعها. بطلع هنا كمان النقطه الثانيه اللي هو البيزنس باكج الرخصه ب 124 دولار، تمام، ودي برضو بعلم عليها عشان ادفعها. هنا بقى بيطلع لي باي باي، يعني الدفع بواسطه ايه؟ الدفع بواسطه كاشيو ولا الكريدت كارد ولا الكوميشن ولا البنك ترانسفير. كل واحد بقى بيختار الطريقه اللي تناسبه. يعني مثلا هو مثلا الناس تقول لك انا كوميشن ايه؟ هو انا لسه اشتغلت؟ لا، يعني في حاجه زي الماركتنج كامبين بتاعتنا احنا اشتريناها من الكوميشن بتاعنا، فباجي اشتريها وانا اصلا عضو موجود في دبي وعندي حسابي وعندي الارباح بتاعتي والفرص بتاعتي، فبقدر ادفع من الكوميشن بتاعي. هنا المبلغ قدام ده هو 619 دولار هندفعه مثلا بايه؟ بالكريدت كارد. بروح معلم على الكريدت كارد واروح بعمل باي ناو، تمام؟ خلينا نتكلم مع باي ناو. بيطلع لي نفس الموضوع الاوردر ماي اوردر وكل حاجه. وادي الطلبين اللي هعملهم او الباقتين اتعلم عليهم، التيم ممبر باكج 495 دولار والبيزنس باكج الرخصه ب 124 دولار. بتعلم على الكريدت كارد و 619 دولار اللي هو المبلغ الكل. وزرار هنا مكتوب عليه ايه؟ اوردر ناو. بروح دايس على اوردر. يطلع لي الصفحة الأخيرة بتاعت الدفع يا جماعة. تمام؟ الصفحة دي مهمة جدا. الصفحة دي بتحط فيها بيانات صاحب بطاقة الدفع. يعني لو الأستاذ أسامة محمد هيدفع ببطاقته هو، هنحط بياناته اللي هي تلقائية نزلت قدامه. أسامة محمد، الإيميل، العنوان، نحط رقم البيت، أي حاجة عليها علامة النجمة لازم نملاها. المدينة، صندوق البريد، التليفون، البلد، تمام، وننزل على طريقة الدفع. هيدفع بإيه؟ بكريدت كارد. اسم حامل كريدت الكارد، تمام، كريدت اللي هو كارد هولدر، صاحب الكارد مين، رقم الكارد، تاريخ انتهاء الكارد، والسي بي سي اللي هو ثلاث أرقام آخر، الثلاث أرقام اللي في ظهر الكارد. خلي بالكم كويس،
الصفحة دي من أولها لآخرها بتاعة الشخص اللي هنستخدم الكريدت كارد بتاعه. لو هو الأستاذ أسامة هنستخدم كل بيانات الأستاذ أسامة. لو هو فرضا هيستخدم الكارت بتاعي هو معهوش فلوس وقال لي محمد أنا هديك الفلوس كاش وأنت استخدم كارتك عشان أنا معيش كريدت كارد. فبحط البيانات من أولها لغاية آخرها بيانات محمد كمان. اسم محمد كمان. اسم الأول محمد كمان إيميلي أنا ساكن فين. حتى أنا ساكن أهو في الإمارات وهو في السعودية بغير الدولة هنا بكتب الإمارات. اسمي محمد كمال بغير كل البيانات اللي موجودة اخليها بياناتي وبنزل تحت هنا الكارت بتاعي اسمي اللي موجود على الكارت زي ما مكتوب على الكارت رقم الكارت تاريخ الانتهاء والسي في سي الاخر وبعمل اوردر اند باي. طبعا عشان احنا ما دفعناش دلوقتي احنا بنوريكم الطريقة. بعد ما بعمل اوردر اند باي بيطلع لي صفحة تانية فيها بقى كل البيانات اللي عملتها وفيها مكان تحت زرار تحت مكتوب عليه كونفيرم يعني تأكيد. فطبعا قبل ما نعمل كونفيرم نكون متأكدين من كل البيانات صح وبنعمل كونفيرم تطلع لي بقى الصفحة اللي هي تم الدفع او اللي هي الصفحة النهائية وبندخل تاني على يدخلني الموقع على حساب دوبني ويبان لي قدامي كلمة اللي هو أستاذ أسامة محمد علامة الإكس اللي موجودة جنبه بانت عنده تيم ممبر لأنه اشترك معنا في تيم ممبر بس. فدي الطريقة يا جماعة اللي احنا بنتبعها مع كل واحد. كل واحد بيخش هنعملها ونتبعها معاكم مع كل واحد ودي هتتكرر معاكم أول مرة يمكن تلاقوها صعبة عليكم تاني وتالت مرة خلاص إيديكم جريت فيها وإيديكم بقت سهلة وتعلمتوا كلها. تمام؟ اتمنى ان شاء الله انها تكون الموضوع افادكم وان شاء الله مرة نعمله قدامكم لايف بطريقة الدفع بطريقة كل حاجة عشان تشوفوا اللي يحصل معاكم تمام وتستفيدوا من كل حاجة. شكر جدا على استماعكم ليا كان معاكم اخوكم محمد كمال من دولة الامارات العربية المتحدة وان شاء الله الفايدة كبيرة والفايدة عظيمة لنا كلنا وبالتوفيق والنجاح ان شاء الله. شكرا على حسن